السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير اخواني. حاليا او اليوم الثاني لنا في بانكوك، والوجه حاليا الى مستشفى بالقرب من المطار. واليوم على ما اظن تاريخ 24/10/2016، حاليا موجودين في بانكوك كما قلت لكم، والوجه الى مستشفى صراحة ما عارف اسمه، رأيكم اسمه هذا اسمه ما ادري، يمكن الشاشة انجلبت ولا شيء. المهم هذا هو المستشفى، نروح هناك تقريبا لين الظهر وراجعين، واذا قدرنا نعرفكم على المستشفى بنعرفكم ان شاء الله. وهذه ان شاء الله تكون جولتنا لليوم. وصلنا الى مستشفى رام، هذا بعيد شوية عن شارع العرب، تقريبا 30 دقيقة. له اختصاصات معينة هذا المستشفى، يسمونه هو اسمه شوية غلس شي طويل، رام ما ادري شو، ولكن العرب اختصروه رام، لان بدايته رام. بخبركم شو موجودين عنده، وعنده بعض الكوفيات اللي تشوفونها أمامكم حاليا. نتمشى الحين، هذا اللي قدامنا المترجم. والله حتى في المستشفى تلقى كوفيات ومحلات ومال هدايا، مركز مو مستشفى. هذا الكاشير، ما هذا اهم قسم عندهم هني، الكاشير وين الدفع، عندهم جود باي، رايق فيه اليوم جود باي كوفي اند بيكري. الحين عرفت انطق اسم المستشفى، يسمونه رام كم هي، رام كم هي شيء كذي، هي هوسبيتال. هذا الله يسلمكم متخصص في القلب والغدة وفي العظام والسكري. بتقول اكيد البعض منكم بيسألني بيقول لي شو افضل، هذا رام كم هي ولا الامريكي اللي عند شارع نانا؟ بقولكم كل مستشفى وله قدراته وله مميزاته وله دكاترة، يعني بعض المستشفيات تعتمد على الكادر البشري، مثلا الدكاترة اللي عندهم وايد زينين، في بعضهم يعتمد على الأجهزة اللي عنده. يعني هذا هو الدكتور اللي احنا بنشوفه اليوم، الحبيب يداوم الساعة 9. تقريبا زيارة الدكتور تكلف مال 9000 بات لين 11000 بات تقريبا، هاي الزيارة. يعني يقول لك شو فيك ما فيك، يعني تقريبا بالدرهم الإماراتي مال 1000 درهم لألف ومية، 1200 درهم. هذا فحص الدكتور، شو اللي بيطلع بعدين الله أعلم. هو هذا قريب من المطار المستشفى، رمكم هي هوسبيتال.
عندهم كوفيات يبعد عن المنطقة العربية نص ساعة تقريبا، ويعني شكله زين، وفي مترجمين، ومو بغلط يعني الواحد يجي يشوف شو عندهم. عندهم قسم الحوادث هناك، بس ما مثل ما قلت لكم هو متخصص بالقلب ومتخصص بالغدد والسكري والعظام، هذا هو المتخصص فيه. وانا اعرف ناس كثير يعني جوه ومشان القلب، يعني من الامارات يجونه مشان القلب. انا بدخل هني باخذ لي كوفي، عندهم كوفيات بعد شيء مرتب عندهم هني. هذا اللي على يساري مركز القلب، يعني شيء متخصص للقلب. ان شاء الله هذا التقرير ينال على اعجابكم. ما ادري والله اذا معلومه عندهم اي تي ام، مكان اي تي ام هني في مستشفى، اذا عندهم اشياء ثانيه صراحه اي معلومه انا احصلها اعطيكم اياها. ما ادري والله، احنا راجعين فوق. انا صراحة كنت اخذ لي كوفي لا بعدين كنسلت، بس شوية فوق وبعدين ان شاء الله ناخذ لنا كوفي. فتحت التليفون سجلت اسم في الجوجل اسم المستشفى واعطاني اللوكيشن ماله، هذا عنوان المستشفى، عندهم صفحة في فيسبوك وهذا بالجوجل، هذا اسم خليني اوضح لكم، هذا هو اسم المستشفى اللي انا اقصده لكم، متخصص في امراض القلب والغدة وايضا العظام والسكري. هذا موقع مستشفى بس باللغة التايلاندية، بنفتحه تقدر تغير اللغة من هني، هاي اللغة التايلاندية، اللغة الإنجليزية، الحين باللغة الإنجليزية، وتتعرف على الدكاترة الموجودين وتقدر تحجز موعد من خلال الموقع. يعني لازم تدخل الموقع وتتعرف على خدماتهم وشو يسوون عن طريق التليفون، وهذا هو موقعهم. خلني اوضح لكم الفيديو وين هذا هو موقعهم واسم المستشفى. صراحه اللي استغربت منه انه ما موجودين عرب وايد هني، مع انه مستشفى كبير يعرفون العرب بس قليل، يعني اللي مثلا اللي جايين تايلاند عشان يتعالجون من القلب او الغدة او السكري او امراض العظام ايون هني، ولكن حاليا اليوم انا ما شفت اي حد هني. وهذا من المستشفيات المعروفة عند التايلانديين، مستشفى كبير واسعارهم وايد ممتازة صراحة، ونظيف المستشفى. واتمنى لكم ان شاء الله الشفاء لكم ولهاليكم يا رب العالمين، ولكل المسلمين يا رب العالمين.